بسم الله الرحمن الرحيم. مادة التوحيد للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول، الوحدة الثالثة، الشهادتان. المراد بالشهادتين الشهادتان هما قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معنى الشهادة: الشهادة هي الإقرار والاعتراف. مكانة الشهادتين: الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، فهما أول ما يجب على من أراد الدخول في الإسلام، ولا يصح إسلام أحد لم يشهد بهما إذا كان قادرا على النطق بها. ثانيا، لا يقبل الله عمل أحد من صلاة أو زكاة أو حج أو غيرها من أعمال البر حتى ينطق بالشهادتين، فإن الإسلام شرط لقبول كل عمل. حكم النطق بالشهادتين: يجب على من أراد الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين، لأنه لا يصح إسلام شخص بمجرد اعتقاد معناهما دون النطق بهما ما لم يوجد مانع يمنعه كالخرس. والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى أشهد أن لا إله إلا الله: أقر وأعترف وأوقن أنه لا معبود بحق إلا الله تعالى وحده لا شريك له، وأنفي وأبطل كل معبود سواه. أركان شهادة أن لا إله إلا الله: لشهادة أن لا إله إلا الله ركنان. الركن الأول النفي، وهو في جزئها الأول، وهو قولنا لا إله، والمعنى نفي صحة جميع المعبودات التي تعبد من دون الله. اثنان، الركن الثاني الإثبات، وهو في جزئها الثاني، وهو قولنا إلا الله، والمعنى أثبت معبودا واحدا بحق وهو الله تعالى. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي قوله ولا تشركوا نفي بمعنى لا إله، فتنفي جميع الآلهة الباطلة. وفي قوله واعبدوا إثبات بمعنى إلا الله، فتثبت الألوهية الحق لله وحده. وقولنا شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا قبرا ولا ضريحا ولا غيرها. النشاط الأول: قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. استنبط من الآيتين أركان الشهادة: الإثبات والنفي. شروط شهادة أن لا إله إلا الله: لشهادة لا إله إلا الله 7 شروط يجب اجتماعها في كل مسلم، وهي: 1، العلم بمعناها المنافي للجهل، فيعلم قائلها ما أثبتت وما نفت، فيعلم أن معناها لا معبود حق إلا الله تعالى، وأن كل ما سواه من الآلهة باطل. 2، اليقين بها المنافي للشك والتردد، والمعنى أن يوقن في قلبه بمعنى هذه الكلمة، وأن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، ولا يتردد في ذلك ولا يشك فيه، فمن شك في وحدانية الله فليس بمسلم. 3، الإخلاص المنافي للشرك، والمعنى أن لا يجعل مع الله شريكا، فمن جعل لله ندا لم يصح توحيده، وهذا يقتضي تصفية العمل كله من جميع شوائب الشرك. 4، الصدق في قولها المنافي لقولها كذبا، بأن يقولها بلسانه مصدقا بها قلبه، خلافا للمنافق الذي يقولها بلسانه وقلبه مكذب بها. 5، محبتها المنافي لبغضها وبغض ما دلت عليه، فيحب كلمة التوحيد وما تقتضي هذه الكلمة والشهادة وما تدل عليه، ويبغض ما يناقض ذلك التوحيد. 6، الانقياد لمعناها المنافي للترك والاستكبار، فينقاد ويستسلم لما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الله تعالى واتباع شرعه. 7، القبول لها ولمعناها المنافي للرد، والمعنى قبول ما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان والجوارح، وعدم ردها أو رد شيئا منها. متى تنفع شهادة لا إله إلا الله قائلها؟ لا إله إلا الله لا تنفع قائلها فتنجيه من النار وتدخله الجنة حتى يعمل بشروطها السابقة، فلا ينفع شخصا يتكلم بها وهو مخالف لمعناها، بأن يعبد غير الله ويصدق بالطواغيت ولا ينقاد لشرع الله تعالى، ولو كان الأمر مجرد قول باللسان لقالها المشركون وصح إسلامهم مع بقائهم على عبادة الآلهة. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب. وسئل وهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. النشاط الثاني: اقرأ البيتين الآتيين واستخرج منهما شروط لا إله إلا الله.
الشروط: العلم، الانقياد، اليقين، الإخلاص، القبول، المحبة، الصدق. التقويم: أكمل الفراغ بما يناسبه من الكلمات. معنى شهادة أن لا إله إلا الله: أقر وأعترف وأوقن أن لا معبود بحق إلا الله، وأنفي وأبطل كل معبود سواه. متى تنفع شهادة لا إله إلا الله قائلها؟ إذا قالها وحقق شروطها. الدرس 12: معنى شهادة أن محمد رسول الله. معنى أشهد أن محمد رسول الله: أقر وأعترف وأوقن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ما تضمنت شهادة أن محمد رسول الله؟ تتضمن شهادة أن محمد رسول الله أمور: منها واحد، الإيمان بأنه مرسل من الله تعالى، بعثه الله تعالى بالحق والهدى بشيرا ونذيرا. اثنين، الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب. ثلاثة، اعتقاد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس، عربهم وعجمهم والجن. رابعا، الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليهم السلام، فلا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب دجال. خامسا، الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. النشاط: بعد معرفتي لما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، أعدد خمسا من الأمور التي تناقض هذه الشهادة: جحد رسالته صلى الله عليه وسلم، جحد خاتم النبوة، جحد عموم رسالته، وتكذيب. مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله: لشهادة أن محمد رسول الله مقتضيات، أهمها ما يلي: أولا، تصديق جميع ما أخبر به، ويدخل في ذلك ما أخبر به عن ربه جل وعلا من أسمائه وصفاته وشرعه ووحيه، ما أخبر به عن الأنبياء السابقين عليهم السلام والأمم الماضين، ما أخبر به عن الأمور المستقبلية الواقعة في الدنيا والآخرة. ثانيا، طاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ثالثا، متابعته صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. رابعا، محبته صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة يجب أن تكون مقدمة على محبة جميع المخلوقين من النفس والزوجة والولد والوالد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. خامسا، التحاكم إليه صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور صغيرها وكبيرها، وذلك بالرجوع إليه في حياته وإلى شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، والتسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم من غير حرج في النفس. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سادسا، تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم والاهتمام بها. سابعا، تجنب إطرائه وهو الغلو فيه، ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل. ثامنا، الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولم يزل مجاهدا في سبيل الله حتى كمل الله به الدين. اذكري أربع من العبادات التي تذكر فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله: الأذان والإقامة، التشهد في الصلوات الخمس، أذكار الصباح والمساء، الأدعية والأذكار النبوية. ما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله؟ تصديقه وطاعته ومتابعته ومحبته صلى الله عليه وسلم. أبين معنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: متابعتي بأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم.